زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين، وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه الدولة المصرية بتتبنى مقاربة شاملة في ملف هام جدا وهو ملف حقوق الإنسان. ويمكن دي ما كانتش المرة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتحدث عن هذا الملف، ويمكن كان ليه حديث هام جدا في باريس عن حقوق الإنسان وما تم في مصر في مسألة حقوق الإنسان. وأشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف تشولز لإصدار الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واللي بتتضمن خطوات تنفيذية بالفعل وآليات لمسألة تقييم ومتابعة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية ومشاركة المجتمع المدني في كل ما يحدث. خلينا نشوف جزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع بعد كده لحضراتكم. واعتزازا من مصر بشراكتها مع ألمانيا والحوار الشفاف حول كافة اهتماماتنا، فقد حرصت خلال لقائي بالمستشار شولتز على إطلاعه على التطورات المهمة التي يشهدها محور أساسي من محاور عملنا الوطني في الشهور الأخيرة، هو ملف حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في هذا الصدد، انطلاقا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها. وكان على رأس هذه الخطوات إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن خطوات تنفيذية وآليات للتقييم والمتابعة بمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن إطلاق الحوار الوطني وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.